في صحافة النهاردة مع حضرتك والسادة المشاهدين بهذا الخبر، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتطلع لافتتاح فعاليات الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ COP27 الإطارية حول تغير المناخ. وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولية أتطلع لافتتاح فعاليات الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ COP27 الإطارية حول تغير المناخ. وأضاف الرئيس أن الدورة الحالية من قمة المناخ تأتي في توقيت حساس للغاية يتعرض فيه عالمنا لأخطار وجودية وتحديات غير مسبوقة تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعيشة عليه. وأوضح السيسي أنه لا شك أن هذه الأخطار وتلك التحديات تستلزم تحركا سريعا من كافة الدول لوضع خارطة طريق للإنقاذ تحمي العالم من تأثيرات التغيرات المناخية. وتابع إن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض تبني على ما سبق، لا سيما مخرجات قمة غلاسكو واتفاق باريس. حقيقة دكتور مونجي، بالنظر لكل الاستعدادات اللي قامت بها مصر على مدار عام سابق، سواء استعدادها على الجهود الدبلوماسية أو بالجهود الدولية والبيئية من كل النواحي لإنجاح تنظيم هذا المؤتمر، وبالنظر أيضا لرؤية مصر واستراتيجيتها الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية والمشاريع الواعدة في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء التي حضرتها مصر منذ عام سابق ومنذ حتى أعوام، لأن لم يعد الاهتمام بتغيرات المناخية رفاهية أو موضوع ثانوي. في ضوء هذه التجهيزات الكبيرة وشعار مصر لهذا المؤتمر وهو من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، لأي مدى ترى أن هذه القمة ستكون مختلفة عن أي قمة سابقة، خاصة غلاسكو وباريس؟ الحقيقة فندم، إحنا مصر في عرس كبير بدأ مع إشراقة الأمس يوم الأحد واستلام مصر رئاسة قمة المناخ COP27. النقطة الأخرى أن بنجد وفود ل 197 دولة وعندنا 40,000 مشارك وعندنا 1500 حدث وفعالية في مؤتمر المناخ. طيب احنا عايزين ايه من مؤتمر المناخ؟ نمرة واحد، الأرض غاضبة، والأرض غاضبة لأن درجة الحرارة عندنا درجة ونص زيادة، فكل الجهود في مؤتمر المناخ بنعمل على تخفيض درجة الحرارة درجة ونص كأولوية أولى. الجزئية الثانية، المحافظة على حقوق الأجيال في المستقبل، نريد أن نسلم كوكب الأرض لأبنائنا وأحفادنا وهو في حالة جيدة يستطيعوا أن هم يحققوا أحلامهم ويعملوا التنمية. النقطة الثالثة يا فندم، تعويض الدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية، وخاصة ده جاء بنسبة أكبر في القارة الأفريقية وبصفة خاصة مصر، ونحن لسنا السبب في ذلك في هذا التلوث، لأن في حوالي 20 دولة هي السبب في هذا التلوث. نحن إحنا مساهمة القارة الأفريقية في الانبعاثات لا تتعدى 4%، مصر 6%، ورغم ذلك نتحمل العبء الأكبر. النقطة الرابعة يا فندم، لابد أن يركز المؤتمر على وقف المزيد من الانبعاثات الكربونية، وخاصة حضرتك في ظل أن بعض الدول بدأت تعود مرة أخرى إلى الوقود الأحفوري والفحم بصفة خاصة حضرتك. برضو تبعات أخرى مصر استعدت ليها بشكل كبير جدا، وإحنا جهزنا نفسنا، عملنا استراتيجية وطنية لمواجهة التغيرات المناخية، عملنا منصة نوفي، منصة نوفي واحد من البرامج لتمويل المشروعات الخضراء والتنمية، عملنا إصدار سندات خضراء، مظبوط، بدأنا عملنا وقعنا إنتاج الهيدروجين الأخضر وقعنا مذكرة تفاهم حضرتك مع الجانب الهندي والجانب الإماراتي لإقامة أكبر مجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مزبوط، بتكلفة إجمالية زادت عن 7 مليار دولار أمريكي حضرتك. طيب هل إحنا
هنستفيد من هذا المؤتمر؟ طبعا حضرتك هنستفيد، وهنستفيد في كل الاتجاهات، في المجال السياحي هنستفيد، في المجال الاقتصادي هنستفيد، في المجال الاستثماري هنستفيد، في مجال البيئة والمناخ هنستفيد، وبرضه في مجال زيادة الأويرنس أو زيادة الوعي لدى المواطن المصري بأهمية البيئة والمناخ، ودي نقطة هامة جدا هنستفيد منها. حضرتك كمان أصبحت قضية المناخ زي ما قال سيادة الرئيس في التويتر بتاعته هي قضية وجودية وليست رفاهية. طيب هو حضرتك في تساؤل بيقولوا ايه التوصيات اللي احنا ممكن نركز عليها؟ في توصيات اللي هي يجب ان الدول الاعضاء وخاصة الافريقية تساند مصر في الحصول على توصيات، ننتقل من مرحلة الوعود الى التنفيذ الفعلي، وهو ده شعار قمة المناخ الى التنفيذ الفعلي. طيب حضرتك لازم حضرتك ان احنا يكون لدينا في مصر والدول تشريعات لحماية البيئة، القوانين هي التي تحمي في النهاية وليس التوصيات، فيجب ان احنا ننتقل برضو للبيئة التشريعية، ومصر كانت سباقة ايضا في هذا المجال. طيب حضرتك الهيدروجين الأخضر هل يمكن أن ينتقل بمصر أن تكون مركز للطاقة؟ نعم، يدعم أن تكون مصر مركزا للطاقة الجديدة والمتجددة. هل بدأنا نفط؟ طبعا احنا عندنا محطة بدأنا بنبان وعندنا العديد من المشروعات، بدأنا الطاقة الشمسية والرياح وكمان بدأنا في إنشاء محطة الضبعة النووية. حضرتك كل ده هيخلينا بعض الناس بتتوقع 2040 سيتم الانتهاء تماما من استخدام الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة. فده طبعا مصر كانت واعية. طيب